السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله. طالع عندك صح؟ الصوت واضح؟ حياكم الله. يا هلا يا هلا يا هلا، حياكم الله، أهلا ومرحبا. بسم الله، خلينا نشوف الأمور. الصوت شغال هنا، الشباب تحت. اليوم جيتكم لابس ثوب انا، الله يجزاه خير اللي استاذ سعود. كيف الامور؟ كيف الاحوال؟ نشوف الصوت هنا. حياكم الله. طيب يا جماعه الخير، متاخر دقيقه، ان شاء الله جايات باذن الله يكون افضل. حياكم الله يا جماعه. طيب، اول شيء نرحب بضيفنا الله الكريم، ونورنا اليوم. حبينا ايش؟ نغير الجو. طبعا نفترض انه عيد وما عيد، والناس جالسه بتوسع الصدر وكذا، بس احنا ايش قررنا انه شويه كذا بس لا ان شاء الله نزعلكم، بالعكس الامور كلها طيبه. فان شاء الله ما احنا مزعلينكم، بس ايش نذكر بعض الحقائق وبعض الامور وبعض حياكم الله. طيب طيب، خلينا نشوف بس التوقيت. انتظر الرسائل اللي تجينا من الصوت ومن الصوت والامور على ما يرام. اللهم امين. طيب يا جماعه الخير، اول شيء انتم عارفين البرنامج هذا كان انطلق في شهر رمضان المبارك، وحبينا احنا نكمل معاكم برنامج يعني بما نستطيع، وقررنا اليوم انه يكون البث يعني استثنائي. بس هذا ما يعني انه ان شاء الله اننا سنتوقف في البرنامج، لا، هذا احنا ان شاء الله مستمرين مشيئة الله سبحانه وتعالى. وسيكون هناك حلقات قادمة في قادم الأيام. نخش في الزبدة. والله مين حلق اللي حلق. طيب يا جماعة الخير، معانا اليوم الأستاذ سعيد الزهراني. أبو مين؟ أبو رايان. أبو رايان. دقيقة، بما أنك أنت تزعجنا البداية الخير، شوف يا سلام، لا في واحد يبدو لي أنه في واحد دخل. دقيقة خلينا نشوف. استنى استنى استنى، اللي بيقعد انا معايا ضيف اليوم، والتباعد مطلوب، بس ضيف انا حاله استثنائيه يعني ان شاء الله، فعشان كذا مسموح ان شاء الله نجلس جالسين في هذا المكان. طيب شنو الجو ريان؟ يقولك شنو امورك؟ باهيه؟ كله الحمد لله تمام. والله الحمد لله الامور تمام. الاجواء الصيف بدا يدخل علينا هنا. طيب عشان كذا لابسين اليوم ابيض. من اين نبدا معك؟ طيب خلينا واحد يسال سؤال. يقول لك اول شيء انا سمعت عنك، سمعت الكلام، شفت في دعاية، في تسويق، في كذا للحلقة، نبغى نعرف من هو سعيد الزهراني. نبدأ مختصرة بعد كذا نخش على قصة البنك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم سعيد الزهراني. طبعا شوف هذا الشيخ سعيد دوام يضحك عليك يعني. طبعا الله يحييك. سعيد الزهراني مواليد عام 1988، مواليد الدمام، مستشفى المواساة. بعد كذا كملت حياتي في الرياض، تخرجت. ارفع صوتك. تخرجت طبعا كذا، تخرجت محاسبة، بعدها دخلت في مجال العمل، دخلت في مجال البنوك من عام 2009 من ايام بنك الانماء. اول ما تم تأسيسه كنت من المؤسسين في بنك الانماء، بعد ذلك انتقلت البنك الفرنسي في 2011 الى لحظة خروجي من السعودية نهاية تقريبا 2018 الى نوفمبر 2018. جميل جدا. طب على فكره الان في هاشتاج ترند، ما ادري ايش المناسب، بس في هاشتاج ترند عطيه الزهراني. يعني جد والله ما امزح، ترندنج عطيه الزهراني. ايش السبب؟ ما ادري. شوف، فممكن هم حاطين عشان ايش؟ عشان تشتيت تشتيت حركات يعني. طيب وين هذا هاشتاج ترندنج عطيه الزهراني؟ طيب يا جماعه الخير، انا احاول ما ادري كيف قدر المستطاع ان نرفع بعض الاوراق المهمه هذه، نعرضها لكم. طبعا اللي شككوا، انا نزلت شهاده سي سي او اللي سيرتيفايد كومبلاينس اوفيسر. حلو. طبعا هذا مصدرها كان المعهد المالي في السعوديه، هو اللي يصدر هالنوع من الشهادات. هي شهاده مشابهه الى شهاده ممارسه مهنه، مثل الطبيب اللي ياخذ يدرس بعدين ياخذ رخصه مزاوله مهنه. هذه شهاده تؤهل حاملها انه يعمل في المجال الكومبلاينس طبعا معروف انه ثلاث اقسام، بين التزام، بين حوكمه، بين غسل اموال. انا طبعا كان تركيزي اغلبه في مكافحه غسل اموال وتمويل الارهاب. طيب بس بتاكد من حركه عشان ممكن نقدر نستفيد منها. لا مستحيل، اذا يعلق ما هو من عندي، اذا يعلق من المصدر من الشركه.
بس بتأكد من حركة يعني مثلا مثال إذا بنسوي كذا يعني لا هذه لا هذه بعدين بالعكس شوف أيوة كذا أحسن شوف يا سلام مثلا إذا بنسوي هذه أيوة تسوي زي كذا شكرا لك يا سيد حلو تأكدنا الأمور بس نقدر نعكس الكاميرا ونرجع طبعا الكرت شفتوا هذا طبعا جزئيه الكار طبعا في كثير بدوا يشككون انا جاي هنا اول شيء عشان اوريكم انه لا انا بيانات صحيحه انا الكلام اللي كنت اقوله صحيح انا عندي النولج اللي في اللي كان حاصل بالحقائق اللي كانت تحصل انا فعلا كنت موظف ذاك البنك انا كنت فعلا موظف البنك السعودي الفرنسي من 2011 الى نهايه 2018 خلال هالفتره حصلت على العديد من العديد من الدورات التدريبيه والتاهيليه اللي تؤهلني اني امارس هذا المجال اللي هو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية بشكل عام. طيب إيش طلعك لكندا؟ سؤال مهم. طبعا خلال الفترة بعد 2015 بعد إنشاء أمن الدولة تحول موضوع إنك تكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى حاجة ثانية اللي اسمها إنه لا بنصير إحنا تنفيذ خاص. كيف تنفيذ خاص؟ يعني انسى شيء اسمه إرهاب أو دعم، بتجيك تنفيذ خاص من الحكومة من أمن الدولة دخل على البرنامج اللي صار كنا نستخدمه بالماضي كان نستخدم سامانت فدخل عليه أمن الدولة فصار هو يرسل لنا أوامر خاصة لتنفيذها طبعا دخل علينا وصرنا ننفذ أوامر خاصة إذا قاعد أشوف الطلبات اللي صارت تجي معظمها لا تمت للإرهاب بصلة كان في استغلال لنظام مكافحة الإرهاب من أمن الدولة إنه يستخدمون لقمع حريات أو قمع أي معارض صوت كان داخل السعودية أو معارضين غير كانوا داخل السعودية ومن المعتقلين بعضهم إلى الآن معتقل استخدم عليهم هذا النظام جميل. هذا النظام فعلياً هو ليه طيب. أصبح ما يكافح للإرهاب لا صار يكافح المجتمع طيب خليني أقول لك آخر مرة البستوب أنا ضلعت الكرشة مع مشكلة آخر مرة البستوب أحد يقول البستوب مرة ثانية بس المرة هذه بس عشان عيد يعني طيب السؤال الآن كالتالي بنرجع شوي بالتاريخ ورا طبعًا متى بدأت قصتك مع البنك السعودي الفرنسي طبعًا دخلت البنك الفرنسي في 2011 نهايته أول انضمامي له كان طبعًا في الموارد البشرية دخلت في الموارد البشرية قسم الادمينستريشن بعدين دخلت على خدمات الموظفين في الأوبريشن أخذت معلومات كثيرة في العمليات الحسابية مع كأوبريشن بشكل عام على حسابات الموظفين بعدها انتقلت إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اللي تحت إدارة الكومبلاينس اللي موجود في البنك خلال بعد ما انتقلت الكومبلاينس بدأت أتعمق حبيت المجال في بدايته طبعا كهدفه كان مفروض ترضى أنه يكون هدف سامي أنت تكافح جريمة لكن استغل من الدولة بطريقة خاطئة استغل لقمع لم يستغل كمجال سامي كم كان راتبك ما شاء الله هناك قبل ما تمشي؟ 16,000 حدودها تقريبا يعني شبعان يعني ما شاء الله تبارك الله لا كانت ممتازه جدا طبعا في السعوديه طيب خلينا احنا بنعرض هذه طبعا هذه ايش الشهاده الاولى هذه شهاده طبعا لما كملت 5 سنوات كل ما تكمل طيب. فتره فيه راح يعطونك شهاده مكافاه انه تي اثبات انك انت كملت هالخدمه ايوه وشيء معنوي للموظف حلو. مع هديه وقتها كان معطينا اعتقد ساعه ساعات وقتها حلو طيب. طبعا هذا باتريس هو كان الرئيس التنفيذي طبعا اللي ما يعرف البنك الفرنسي مملوك 30% الى كريديت اغريكول الفرنسيه البنك الفرنسي هو كان يملك حصه 30% من البنك السعودي الفرنسي طبعا قبل ما اطلع باع جزء من حصته معادل 19% فلم يبقى حصه عاليه للبنك الكريديت اغريكول فيها طيب تقول انت اشتغلت في غسيل الاموال ومكافحه غسيل الاموال حصلت على كثير من الدورات هذه الدوره طبعا ايش عشان هذا ورك شوبس كان عن مكافحه غسيل الاموال وتمويل الارهاب طبعا اللي مسوي الدوره هذه كانت رويتر مجموعه رويتر معروفه عالميه مجموعه عالميه معروفه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك 16000 وش جابك تسوي في كندا كان قعدت هناك وش معك تناقل كله قعدنا انتم ما تحصلون هنا انتم بدنا نسوي لي هاشتاج راسي تعموني طيب هذا ايش هذه شهاده ايش هذه طبعا شهاده ايضا خلال نفس الفتره من اي بنك هذه
خلال في نفس البنك أيوة. البنك السعودي الفرنسي أعتقد مكتوب بين قواعد البنك الأمريكي السعودية. هذه دورة مجموعة خبراء المال القابضة. هذه اللي سوتها مجموعة خبراء المال القابضة. معهد خبراء المال تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. طيب إن شاء الله حياكم. نشوف الشهادة هنا. طيب صور صور اللي باي عشان يروح يرجع يتأكد. طبعا هذه كلها وثائقك إن شاء الله عشان بدل لا أحد يسوي بلاغ على البث حقنا. هذه كلها تباي. طيب واحد يقول 16000 حقتك هذه بعد الخصمية 40% كانت بتطير عليك يعني يبقى لك في النهاية كانت تروح. إيه كمان يعني زين. طيب يا هلا مرحبا. طب هذه إيش هذه الشهادة كمان؟ دورات سكيلز عادية كانت تصير في الأكاديمية تبع البنك. ممتاز حلو. في واحد كاتب إنك كنت قهوجي. مو عيب ترى بس هو قاعد يقول قاعد يقول أنت كنت قهوجي وقاعد تنصب علينا. فإحنا إيش قبل ما لازم نعطي هذه الأشياء عشان إيش؟ الناس تعرف انه احنا نسمي نظيف ظاهر هنا يمكن يبحثون عنه. ممتاز مو صح. طيب حياك الله يحييك. طيب هذا العقد ولا طيب ممتاز خلاص اكثر من كذا اعتقد ما بالله ما يحتاج والله بس ما في طب سيلفي عند في المكتب ها ممكن اطلع سيلفي ايام طيب طيب يا جماعه الخير احنا بس حابين نعرض الشهادات هذه مهم جدا العرضه بعد ما نخلص البث عشان ايش الناس برضو تعرف انه يعني فعلا الشخص هذا كان موجود. ف ان شاء الله مشيئه الله سبحانه وتعالى في اخر البث يكون عندنا ايضا شيء اخر ان كان ان كان ان كان بقي لنا في الوقت بقي. طيب السؤال كالتالي انت اشتغلت في البنك السعودي الفرنسي شفنا لك الان شهادات وشفنا لك كذا 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 صحيح احكي لنا من اول اتصال جاك قالوا لك في سالفة الرتس من الرتس وتعالوا اشتغلوا وسووا أين كنتوا ماذا حصل وكيف بدأت القصة؟ طبعاً كان في نوفمبر 2017 كنا موجودين في البنك كان يوم عمل عادي حلو. كان بس في عندنا تعليمات من الإدارة إنه ترى في شيء جاي إيش هو ما ندري ما تدري في شيء حاصل في شيء راح يحصل خلوكم قاعدين انتظرنا انتهى الدوام الساعة 5:30 انتهينا المفروض إنه نروح لعيالنا لبيوتنا قالوا لا أحد يطلع الله الديبارتمنت كامل لازم يقعد احنا كنا وحدة اللي هي الوحدة اللي تبع التنفيذ الخاص كان عددنا ما يعادل 5-6 أشخاص بس في اليوم هذا قالوا كل الديبارتمنت اللي شغال بمكافحة غسل الأموال لا حد يطلع كان عددنا حدود تقريبا 28 شخص بدينا انزعاج ليش ما نطلع انتهى الدوام انتوا قايلين لنا من الصباح في شيء راح يجي قالوا لا انتظروا في تعليمات عليا عندنا ما حد منكم يغادر في شيء مهم لازم يصير نحتاجكم كلكم موجودين في التنفيذ طيب قعدنا 9-10-11-12 بعد الفجر بعد الفجر القرارات كلها تطلع بعد الفجر بدأت تجينا القوائم بدأت تجينا الطلبات حلو جميع من اعتقل سواء في الرتس أو من اللي راح للسجن أو اللي حولوه للسجن بدأت تجينا أسماءهم أرقام هوياتهم أسماء أطفالهم زوجاتهم أرقام الهويات احجز وقف جمد ما في مخلوق يقدر يتحكم بالحساب لا مدير البنك ما يقدر يفتح حساب اذا انا ما فتحته او مدير وحده مكافحه غسل الاموال ما فتحه ما حد يقدر يتحكم في الحساب جمد بدنا نطالع الاسماء اسماء ناس كبيره في البلد صالح كامل اطفاله وزوجته العساف بن لادن صالح كامل العمودي كل اسماء وزراء اسماء امراء تركي بن عبد الله متعب بن عبد الله كل اسماء وزراء اسماء امراء اسماء تجار اكبر التجار اللي في البلد جاتنا يجيك اسمه اسم زوجته ارقام هوياتهم اسماء اطفالهم جمد الحساب لا حد يكون لا يكون قادر على انه يحرك منه شيء ولازم التنفيذ راح يكون مباشر وخلال نص ساعه من الطلب اذا تاخر التنفيذ عن نص ساعه من وقت ارسال الطلب او استلام الطلب انت راح تكون معرض الى انك تستدعى يحقق معك يشكك مصداقيتك كأنك متواطئ أو متعاون كأنك تحاول تعطي العميل فرصة إنه يروح يسحب فلوس أو يأخذ شيء كان هدفهم إنه جمدوا كل أموالهم والدوام كنت دوام وقت طبيعي ولا دوام طبعا ذيك الليلة أغلب الموظفين قعدنا لين ثاني يوم الصباح يعني كملنا خلال ذاك اليوم أكثر من 24 ساعة عمل وحنا موجودين في المكتب بعد كذا بعد ما أنجزنا معظم الشغل كان صار طبعا العمل لازم يكون يستمر على مدار 24 ساعة تم تقسيمنا طبعا انا كنت اخر الليل من 12 الليل 8 الصباح حلو جو اخر الليل هادي طبعا
آخر الليل طبعا يكون عندك تكون تركيز أعلى. طيب آخر الليل طبعا أنه خلال فترة نوفمبر ديسمبر جانوري إلى ما انتهت الحملة كنت أعمل آخر من 12 الليل 8 الصباح، تجيك الاتصالات ساعة 3 الفجر 4 الفجر فك الحجز. ليه؟ فلان مثلا وقع تسوية، يجيك اتصال يقول لك فلان وقع فك. إيه كان طبعا كان في جروب واتساب، تعرف الجروب الواتساب حقيقي لما يكون الدولة تدار بجروب واتساب ترى حقيقي هالشيء. طبعا كان في جروب واتساب بين العقيد، اعتقد العقيد او الان صار عميد اسمه سعد اليوسف، وفيه الشيف كومبلاينس او الادفايسر كومبلاينس اللي موجود في مؤسسة النقد اسمه دحمان الاسمري، بالاضافه الى عده مدراء اللي هم مدراء الالتزام في باقي البنوك في السعوديه. يرسل الامر لمديرك بالاسم ورقم الهويه، هذا خلاص هذا فك الحجز عنه، هذا وقع تسويه. حلو. يتصل عليك مديرك الان قبل ما يجيك الطلب في السيستم، فك الحجز عنه. طبعا لازم تفكه خلال 30 دقيقه او راح تلقى مسؤول من امن الدوله جايك عندك للمكتب يقول لك ليش انت متواطئ، انت ليش تعرض نفسك للتحقيق. فكنا تحت ضغط عالي، تحت رعب انه ممكن انه لو يعلق السيستم انا ممكن يمكن انسجن. ليه؟ لانه ممكن خلاص كاني متواطئ انا مع هالشخص. كانك انت مثلا انا مفترض الطبيعي تعطي الفلان الفلاني فرصه انه يهرب او انه يحول امواله او كذا، في الحجز او فك الحجز، وتطلع لك انت بكم مليون. ممكن يعني ممكن انه لو تسيء استخدامه ما طلعت لك انت بشيء. لا والله ما اقدر. كل الفلوس دي اللي سيرتوها ولا طلعت لك منها بشيء؟ لا والله. بيت مال المسلمين هذا يعني كان توزع على الفقراء. راحت الفلوس. طيب الان بديتوا في الشغله هذه اللي انتوا فيها، حطوكم في جروبات، هذا وزعوكم مهام، قالوا في ناس داوم صبح، في ناس داوم ليل، في ناس داوم مساء. السؤال يطرح نفسه، انت في هذه الحاله الان لما يجيك امر يقول لك سيل او جمد، اسف جمد اموال عمر عبد العزيز، ما سالوك عني؟ ممكن ترى ممكن انا ما اذكر كل الاسماء، ما عندي ولا حساب بنكي لا لا يعني اقول لك ممكن يحصل ان الطلبات اللي تجينا، يعني خليني اقول لك ان شاء الله انا ممكن مثلا يجينا طلب زي كذا يقول لك مثلا جمد حسابات، يجيك مثلا يقول لك جمد حساب اعطينا ورينا الدراهم ذي كذا مخبيها. ايه الان طبعا بعض الاسماء لو خلينا نطلع هذه مثلا حلو، ممكن تعرفون بعض هذه الاسماء، نخبي ارقام الهويات حقتهم. مثال يعني فؤاد سعيد مثلا، بعض هذه الاسماء ممكن تعرفونها، يعني شايفين في مساعد الكثيري، في حسن فرحان المالكي، هذا حسن فرحان الشيخ. أيوة. طيب في صنهات العتيبي، في سامي الثبيتي، بعض الاسماء عرفتها، بعض الاسماء معروفه. ممتاز. هذه بعض الاسماء. طيب جاك اتصال قال لك جمد حساب فلان طبعا تينا القوائم تسوي السيستم. حلو. اول شيء بدون مباشره على طول ادخل جمد، ادخل ابحث هو عندك في البنك جمد. طبعا هذه الحسابات عشان لا يطلع لي فيها واحد فهيم مستقبلا يقول لك ترى فلان ما عنده حساب في البنك الفرنسي. ممكن طيب. هذه الاسماء تروح كل البنوك ترى، على فكره ارقام احوالهم مكتوبه هنا، بس احنا عشان لا نخش المره الجايه نطلع رقمين منها عشان بس التاكيد. لا اول شيء هذه اسرار اشخاص يعني ما فهمت، ثاني شيء ما نبي ممكن حد يتضرر ولا شيء، ولا هنا في هذه كمان القائمه هذه فيها اشياء جيده. هذه الاسماء هذه الاسماء فيها وما فيها. انا اعرف الشيخ بدحدح ابراهيم الفارس، اعرفه غرم البيشي، غرم هذا اللي كان يطلع مع حق النصر. ايوه غرم البيشي. داعي اعتقد يعني لهم مقاطع كذا، يوسف الحمين عم. طيب هذه اسماء، هذه الشيوخ او معتقلين عاديين مش من الاثرياء مثلا؟ لا مو من الاثرياء. طيب هذه كذا طريقتهم، يرسلوا لك مجموعه قائم جمد عندك في البنك حسابه جمده، ما عندك لا حساب خلاص تجاوز روح للي بعده، عرفت؟ فيعني مثلا في عندنا هنا يعني زي كذا مثلا الطلب اعطونا كل مثلا هذه نموذج من انواع الطلبات اللي تجي مثلا. وهذا عندكم ولا ما عندكم الاسم هذا؟ اعتقد انه موجود. ممكن هذا ممكن ومش ممكن. طبعا هذا الشيخ يوسف الاحمد. طبعا هذا طلب من الطلبات، كشوفات حساب من الفتره الفلانيه للفتره الفلانيه. جميل. حلو كمان. طيب طبعا الصوره اللي شفتوها هذه الاخيره هذا من برنامج سامنت. برنامج سامنت طبعا اصوله مصريه، ماخذينها احنا من مصر ونستخدمها في السعوديه. تجي معظم الطلبات بهذه الهيئه بهذه الصيغه.
طبعا اللي طبعا اغلب الشغل اللي كان في الريتس واللي كان متعب خلال فتره الريتس كنا نعمل على يمكن على حسابات عبد الله بن عبد العزيز وزوجاته الاربعه واطفاله وابناء اللي هم تركي ومتعب وسعد وسعد العائله كامله العائله كامله اللي هم بسمه بنت عبد الله. طيب لا بنجيها الاسماء دي. انت الان طبعا انت لما يجيك طلب معلش لما يجيك طلب يقول لك سيل او جمد حساب عمر عبد العزيز في السعوديه مثلا بتجمد يعني انا ما بجيك مثلا بقوات وبغتالك ولا انا ماني ما عندي منصب ولا انا ما عندي حساب ترى ما عندي حساب في اي بنك عالمي. بالمناسبه هذه مش نكته والله قصه حقيقيه. مره من مرات دخلت في عام 2014 او 2000 ما بين 14 الى 17 دخلت احوالي لقيت واحد مستخدمها في التامينات والله العظيم سعودة الظاهر لأن قيد انتشر فيها رقم بطاقة حقيقي وأنا ما قيد وظفت أي وظيفة يعني الشيء الوحيد يمكن دخلته في 2009 كان الجامعة جيت لقيت نفسي في التأمينات مسجل تخيل سويت عليها طقطقة في تويتر وضحك ومش عارف إيش في 2015 ما خلال بذاك 16 أو ما بين 2014-16 بعد كده اختفى الاسم من التأمينات مرة أخرى والله العظيم ما قلت الكلام هذا قصة حقيقية. فالتامينات اليوم ترجعون لمن استخدم اسمي والله خافت مع الوالد انا حاطه لي واحده من الشركات لا لا ان شاء الله ما هو ان شاء الله غيره. طيب الشاهد الموضوع الان لما يجيك اسم كبير واحد رجال ثقيل او عنده قوات او عنده امن او عنده نفوذ يقول لك جمد حسابك ايش كنت تسوي؟ يعني فعليا كنا نخاف لان فعليا ما يعني في دولة زي السعودية تقدر تحصل عندك على معارف كثير ممكن باتصال واحد على من مسؤول إلى مسؤول من نفذ هذا الطلب أو من سواه أو منه بيده. فإيه كنا نخاف لما نجمد حسابات عيال عبد الله بن عبد العزيز لما كنا نخاف لما نجمد حساب سارة بنت محمد بن نايف وهذا أكثر رعب كان لي خلال فترة هناك لأن عارف إن الجبروت أو عارف الاستبداد اللي كان يمارس عارف ان السلطة الداخلية لما كانت انه في اذرع وفي ناس الى الان موالين لمحمد بن نايف عارف انه ممكن بيقدرون بطريقتهم انهم يتواصلون او يحصلون عن طريق سيستم او الى اخره انه افتراق او اللي هو يحصلون على معلومات يعرفون مين اللي قاعد يجمد وممكن تحصل منه يمكن تصفى او يمكن تهدد او يمكن تبتز او يمكن يعني او يمكن تختفي كنوع من الانتقام عرفت. فانت ما انت قاعد تتعامل مع ناس ممكن يعني بيتبعون نظام او بيتبعون انظمه او ناس يعني ممكن يكون لهم اخلاق او عندهم اخلاق لا انت تتعامل مع عصابات فطبيعي انك تكون حريص وطبيعي في نفس الوقت انه تكون خايف انت تمارس هذا العمل ما تشعر بامان ما تشعر بوجود انك تقول انه انا في دوله ممكن راح احصل على حمايتي لا انت ممكن انك تختفي يعني كثير شفنا ناس طالبت وناشدت يعني حمايتها لما كانت في الداخل ممكن تذكر كان في ضابط مكافحة المخدرات اللي كان يناشد الملكة يقول المباحث برا الباب تركي الرشيد وين تركي الرشيد في السجن. انت ممكن الان يعني 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 انت تشوف هذه الاحداث كانت تحصل فممكن تحصل معك فطبيعي كان الخوف موجود بشكل كبير بدرجة الوسوسة انه تحس تشعر دائما ان في احد قاعد يراقب في عيون وراك منه ما تدري بس صح فهمت يعني انا كنت بقول لك انه يعني انت كنت تنفذ امر يعني ما لك فيه سلطه ولا كذا لكن بس وقتها كانت فتره انقسام كان تو بس مسلم اللي قاعد يحاول هو انه يسيطر هو بين عشيه وضحاها الناس شافت متعب بن عبد الله فلان بن فلان فلان بن فلان. طيب بنجي على النقطه هذه الان انت في كندا لما جيت هنا طبعا سعيد اخذ اللجوء هو وزوجته واطفاله يعني امورهم تمام يعني يعني في ناس قاعده تهدد في المنشن شفتها قبل كم يوم وفي ناس قاعده تبلغ كلنا امننا وفي ناس يعني شويه حبيبي تركز شويه حبيبي وهدي امورك هدي اعصابك ترى يعني الحمد لله نبشرك حنا بخير وسلامه وفي ديار بنت رودو هنا حلو ما حد لا يمسك ولا حد يديك ان شاء الله افا ايش هذا هلال هلالي طيب معلش طيب يلا ما يشجع الهلال كمان يا جماعة الخير يعني مواطن صالح. طيب الآن تقول لي جاكم يوم من الأيام طلب عن سعد الحريري إيش سلفة الحريري عندكم في البنك؟ سعد الحريري طبعا يحمل جواز اللبناني ويحمل بطاقة أحوال سعودية هوية وطنية سعودية ما شاء الله كان عنده شيخ سعد كان عنده عديد من الاستثمارات في السعودية غير سعودي وجاي كان بغى يدخل كمستثمر أجنبي حط الجواز ودخل كمستثمر أجنبي كان بغى مواطن سعودي حط بطاقة الأحوال وفتح له شركة كمواطن سعودي
سيد الحريري الفترة اللي قبل ما يتم القبض عليه أصلاً في الكلام ذا يرجع ل 2015 أول ما بدينا أو أول ما بدوا يبحثون كانوا يبحثون على خفيف على يعني شلون أقول لك قبل أزمة الرئيس الكلام ذا في 2015 أول ما سيطرت أمن الدولة على على الطلبات أو ما أول ما بدأت تسيطر على الطلبات هذه تدخل في الجو فكان سعد الحريري أذكر مثلاً مواقف كان ماخذ 7 مليون أو 5 مليون ريال سعودي أنا قلت للي يسألوا لي مليار أو ريال حلو لا 5 مليون ريال سعودي دخل بها كاش شنطة للبنك بنك الفرنسي صدر فيها شيك إلى سيدي صاحب السمو الملكي سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وهدية بعد تولي الحكم وكذا والله ما يستلعتها 5 مليون بس 5 مليون فقط 5 مليون ريال سعودي رجل دخل مليارات انت مستفيد من الدولة 5 مليون هدية بس اعتقد السعودية جاي افلست خلاص افلست بعد ما سيطر عليها بس بعد ما صفوها يعني لا هو مو بس سيطر على كل شيء بس باقي سيطر على جي تي اي الشريط القادم بلاي ستيشن طب الان سعد الحريري لما بدأت تحقون وراء ايش 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 طلع مش طلع معه سعد الحريري ما أذكر بالضبط هل في شيء سعد هنا ولا الغير؟ لا سعد لا طيب. سعد لا في بعض المستندات ما راح أعرضها راح أخليها راح أتبط فيها للوقت المناسب حلو طيب طيب ال- 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 لما نجيك مثلا طلب يقول لك فلان فلان معلش أنا ما أعرف البنوك هذه أي شيء يعني أكثر شيء سويت أني أدخل الصرافة وأسحب من هذا تعرف غلابة يعني ما لنا في هذا الشاهد لما الآن أنت جالس على السيستم وتدخل انه ايقاف او تجميد لحساب فلان الفلاني ايش هي العمليات التي يمكن ان يقوم بها وما هي العمليات التي لا يمكن ان يقوم بها العميل اي ولا شيء ما اقدر لا احول ولا اسحب كاش ولا اسحب التصرف هذا ياخذها يرميها في الزباله طيب ما يقدر يتصرف فيها باي شيء خلاص الحساب تجمد ما في سلطه في البنك حتى رئيس البنك بحد نفسه يقدر يتحكم او يقدر يفك الحجز عن حسابه بالمناسبة شفت أنت توقيع على أحد الشهادات باتريس كوبيني هذا رئيس التنفيذ رئيس التنفيذ هذا كان يجلس مع تركي بن عبد الله في قصرة في فرع للبنك الفرنسي داخل قصر عبد الله بن عبد العزيز وكان باتريك أو باتريس كوبيني فرع في فرع للبنك الفرنسي داخل قصر الملك عبد الله فرع طيب فرع يكون في الخدمات كاملة لأن استفاد كثير لأن باتريس كوبيني الرئيس التنفيذي الإمدي تبع البنك الفرنسي كان له علاقات قوية مع تركي بن عبد الله كان يروح عنده يسهر عنده سجنوه هذا الفرنسي ده الفرنسي هذا لا الفرنسي هذا بعد الأزمة بعد الأزمة في 2018 اكتشفوا انه كان حرامي يسارق البنك يعني كان حرامي يسارق البنك فأوقفوه عن العمل أوقفوه عن العمل كان يسمع تركي بن عبد الله تركي يعني كنا نبحث شلون اقول لك بس كان حرامي احنا ما احنا حرامي اللي يبدأ مليار اقل من مليار ما يسمى حرامي يعني شوية هذا مكسرات اكل فوائد ولعب طيب لما ليش سألوك عن الاسماء هذه في لقينا شيوخ ولقينا كذا قبل ما نخش على الاسماء الاخرى هذه الاسماء كلها طبعا بعضها مرتبطة بأزمة ريتز بعضها قبل بعضها بعد مثل ما قلت قبل شوي انه صار عملنا ليس مكافحة غسل أموال ولا تمر صار عملنا قمع صار عملنا تنفيذ خاص أي شيء تبيه أمن الدولة صرنا ننفذ ليش قمع؟ طيب ممكن يكون فعلا أنا اتصلت عليك الدولة قالت لك فلان فلاني حرامي مثلا لوجين ولا فلان ولا فلان لوجين. قلت أنت لوجين ذكرتها في البث لوجين ذكرتها في البث الماضي لوجين الحكومة أرسلت 3 طلبات من 2017 بدأت أو 2015 إلى 2017 إلى 2018 عدة طلبات كانت بس إن شوفوا حسابها وين الملايين وين ملايين الدعم إيش الدعم اللي كان يحصل لها وين الفلوس اللي كانت هل عندها دراهم في حسابي مستحيل يعني مستحيل أنا أذكر كنت أتابع حساب لوجين كانت المبالغ يعني مرة بسيطة لا ما توصل لخيال الناس يعني اللي يتكلمون عنها إنه هذه مبالغ كم يعني كم عندها 20-30 مليون أوكي 25,000-30,000 هذه كانت لا وكانت حوالات مرة هي تحولها زوج مثلا زوجها يرجعها لها أرق يعني مبالغ بسيطة اللي كانت في الحساب ما تتجاوز 50,000 ريال سعودي حساب لجين هذول حساب لجين هذول فكيف لما تيجي تطلع لما تشوف هذا الشيء بنفسك تطلع عليه تروح تدخل على الهاشتاج لجين خاينة لجين عدوة وطن عمل سفارات لجين فيها وأنواع التهم هذه من اللي صدرها طيب هو الذباب صلع ورقة
مكتوب فيها حوالة من ورقة من الشيخة موزة 30 مليون للجنة هذول. طبعا هي مفبركة هذه الورقة صح، فالظاهر هم فبركوها وبعدين صدقوها، هم صدقوها عشان كذا أرسلوا لكم طلب يقول لك ايش هذا ممكن عندنا ممكن ترى الذباب في اقسام، في اقسام، في ذباب شغال في تويتر، في ذباب كذا، في ذباب في السجور، في ذباب في كل مكان. يعني الذبابه قصه حياه، نموذج مثال، هو مش ذبابه بس في تويتر اللي قاعد يكتب. ممتاز. طيب يعني فعلا من الصدمه اللي كان كنت يعني في عمل السفارات لما كنت ادخل على حساب عزيز اليوسف، السيد عزيز اليوسف، كنت ادخل على حساب السيد ابراهيم المديميغ اعتقد اسمه، السته اللي اعتقلوهم ذاك اليوم. في نفس اليوم لما كنت ادخل واقرا اطالع حساباتهم الشخصيه، اراجع حساباتهم، اطالع اللي اراجع الكي واي سي تبعهم اللي هو نموذج نو يور كاستمر، اراجع الليجل فايل تبعهم، اراجع، ابغى شيء يقول لي ان هذول ناس خونه، مثل ما الحكومه قاعد تنشر في الصحف، ومثل ما الحكومه قاعد تردد، مثل ما يتم نشره في تويتر. لا، هذا كله غير صحيح. تطلع تشوف شيء بعينك، تدخل الميديا، تروح تشوف الصحف الرسميه للدوله، المصادر الرسميه كلها تتهمهم باتهامات باطله. خلال يوم واحد الى يومين بعد هذه العمليه اتضحت كل الصوره عندي، كنا طالع انا اناظر فيها في المكتب واقول الكلام ذا غير صحيح. الكلام ذا، الناس هذول ناس طبيعيه، الناس هذول زينا، الناس هذول ما عندهم شيء. ومع ذلك وكنا نرد لامن الدوله بنفس الصيغه، انه نرسل لهم جميع الحوالات، جميع المبالغ الداخلة، كم مرة سحب ATM، كم مرة سحب Point of Sales، لمين حول، من مين استقبل، كنا نسلم كل هذه التفاصيل، عمليات جدا دقيقة مفصلة. لو أخطي أنا في واحد منها يجيني بكرة مسؤول من أمن الدولة يحقق معي، يظنون أني متواطئ، فبالتالي راح تكون الدقة فيها عالية 100%، مستحيل يكون فيه خطأ، لأن أي نسبة خطأ أنا راح أنسجن. فكنت دائما دقيق في هذه العمليات. هل في يوم من الايام تعرضت للخطر بسبب انك اخطات او سببت مشكله؟ مره واحده كان في خطا. حصلك شيء ولا؟ لا ابدا. مره واحده كان خطا سيستم. طيب. كان خطا سيستم، الحمد لله مو خطا، هذا شيء انقذني، كان ممكن وقتها يكون يتم التحقيق معي. خطا واحده كان في عمليه ما اظهرها السيستم بسبب ضعفه. وهذه حقيقة، بنك فرنسي سيستم اتبعك شوفات الحساب تغير 3 مرات من الثمانينات إلى نهاية 2018، فدائما في الجاب بين التغيير بين السنوات، فيحصل جاب في العمليات، بعض العمليات تختفي، وهذه حقيقة. كان خطأ مني، مو خطأ، خطأ من السيستم، من العملية ما طلعت. ثاني يوم أنا في المكتب جالس، يجيني مدير يقول أنت شو مسوي؟ ما سويت شيء. ليش حكينا سامنته من ذلك؟ قاعد يتكلم مع المدير بخصوص إنه في عملية أنت ما ظهر، أنت ما كتبتها. قلت يا عمي أنا يعني صرت أنا المتهم الآن، صرت أنا المتهم. هذا بعد الريتس، بعد الفترة الريتس ولا قبل؟ هذه لا، هذه كانت قبل الريتس، بس هذه كانت بعد ما استلمت أمن الدولة. أوكي. طيب. زمام. أوكي. بعد 2015. أوكي. بعد ما استلمت، أيوة كانت هذه بعدها. طب كيف تعاملت مع المشكلة؟ رجعوا للريكورد حقي كيف انا عملت البروسيس، كان كله مثل ما تبعت البروسيجر بالملي. راجعوا كشوفات حساب اللي اخذتها انا من السيستم، طلبوا تحقيق من الاي تي، اكتشف فعلا انه فعلا السيستم كان في ذاك الوقت ما اظهر هذه العمليه، كان مو خطا، فهذا شيء انقذني ذاك اليوم. طيب خلينا نخش الان في شيء مهم جدا. حد يقول خويك حكومة تبع منه، أهم شيء حكومة بس معها دراهم، ما معها دراهم ما يفيد. طيب المليارات على سبيل المثال، سارة بنت محمد بن نايف إيش كم عندك؟ ما عندي. أنت مشغل كشاف ترى؟ مشغل كشاف. عندي بيانات عبد الله بن عبد العزيز، أعتقد هذه بتكون أثرى للمواطنين. طيب حلو، ممتاز. اختار منهم اسم. طبعا عيال عبد الله بن عبد العزيز للمعلومية. إيش الأسماء اللي عندك يا عيالك؟ نبدا في ريما بنت عبد الله بن عبد العزيز نايفه، طبعا بس خلينا نقول نايفه بنت عبد الله تاضي الجربة، هذه زوجة ام ترك بن عبد الله. اي هذه مش حصه الشعلان. ساره بنت عبد الله بن عبد العزيز، هيا بسمه تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، ملكه الجربة زوجة عبد الله الملك الملك عبد الله ايضا. هذه زوجاته وعياله وبناته. لما كانت تيجي الطلبات، الأب أو المسؤول وزوجاته وأبنائه وبناته، مثل هذا الطلب. حلو. فكنا نسوي كذا، ندخل على حساباتهم
نطلع حساباتهم الأساسية. بعض الشخصيات القوية مثل تركي بن عبد الله في كان له حسابات مرمزة. إيش يعني حساب مرمز؟ يعني يفتح حساب اسم صاحب الحساب 111، رقم هوية صاحب الحساب 111، ما تدري من هو رأي. بس التحقيقات أثبتت أنه تبع، لأن هذه كان مثل ما قلت ما كلها بعد ما صارت هذه الأزمة. طبعا إحنا ذا كنا تواصل مع الإنبي تبع البنك مطالبينا، بعد ما طالبناه بالإفصاح عن جميع ما هو مرمز، فتكتشف أن هذه الحسابات كانت عنده في المكتب، كانوا يسويها لما يروح عند القصر في الليل مثلا، يسهر معاه تبي حساب كم تبي حساب يسوي له. طيب البنك الفرنسي، قبل ما أكمل لأن الناس تبغى تسمع موضوع الفلوس، قبل ما أكمل الآن البنك الفرنسي كم ترتيبه في السعودية تقريبا؟ تقريبا السابع، يعني لما تيجي في التصنيف من الأول تقريبا السابع الثامن، يعني تقريبا هالحدود، يعني نقول تقريبا هذا الرينج حقه، يعني ما هو حتى لا راجحي ولا أهلي ولا من لا هذه البنوك كبيرة، هذيك بنوك كبيرة، وهذيك أنا متأكد وعلى يقين إن ما في داخلها أضعاف مضاعفة. حساب عبد الله بن عبد العزيز المبلغ هذا اللي عندي الآن اللي تم حجزه، هذه الحسابات أغلبها فتحت في الفترة اللي هي لما كان الملك عبد الله ماسك الحكم، وكانت علاقات البنك الفرنسي قوية. فأتكلم عن هالحسابات أغلبها ترى يعني أتكلم إنه ما هي قديمة، أغلبها حديثة، فالمبالغ ما هي عالية. بالإضافة لحسابات البنك الفرنسي هي اللي أودعت فيها الورث أبناء ورث الورث اللي نزل لأبناء عبد الله بن عبد العزيز حساباتهم. أغلبها أو مجملها نزل في البنك الفرنسي. مين هذا غلبها بقى عند 67 مليون؟ ده مين ده؟ من هذا؟ أي واحد؟ هذا إيه؟ هذا؟ إيه؟ 62 مليون؟ 62 مليون تقريبا. إيه؟ هذه هنوف أنت عبد الله بن عبد العزيز. ما أخذت شيء والله من الدنيا، حسبي الله عليكم ظلمتوه. طيب شوف هنا مثلا مثلا زوجاته. إيش اللي يعني مثلا من الزوجات؟ طيب أعطينا. مثلا إيه؟ شوف هالحساب. لا خلينا بنحن ورا الناس بس خلينا كيف المهنة مليار عليها دقيقة ادينا من هذا بس لا تكون واضحة هذه بنرفعها أنا ما بقدر أرفع الوثيقة هنا عشان تقفلون حسابي على حس البث بس أنا أبغاهم يشوفون طريقة الأسماء والأرقام الحسابات هذا ما شاء الله تبارك هذا منصور مو شرط كلهم عندهم مبالغ عالية. طيب خلينا كيف نوريكم ذي أمسكوهم واحد طيب خلينا نبدأ من فوق أجل دقيقة خلينا نبدأ من فوق أي ملك يفتح في بنك ترتيب يعني هذا من التواضع رحمه الله. طيب دقيقة والله ماني عارف أنا كيف أبدأ من هنا دقيقة هنا نروح لهذا أول اسم في 537 ما شاء الله تبارك الله يعني شيء بسيط يعني لا توصل حتى لنصف مليار يعني إذا أنت تحسب محمد من زمان صار 70,000 على اللعبة فإيش يعني الباقي يعني طيب الآن لاحظ ضروري الوثيقة هذه ضروري ترفعها أنا ماني عارف والله ماني عارف أقرأ هذه الأرقام كلها الآن في النهاية لما تخرج الطالع أدينا الشاشة بالعرض لا ما بحطه بيقول إيه دينه بالعرض يكون أريح للمتابع تجي ولا ما تجي ما إلا إيه تتكبر خليه تتكبر ها إيش إلى هنا أوكي طيب ممتاز حلو ممتاز بس إحنا نبغى إيش طبعا يا جماعة هذا لما نقارن عهد الملك عبد الله يعني يعتبر رخاء بعهد الوضع الحالي وضع التقشف الآن من شفان يعني مهم فأنت لما تجي مثلا لو افترضنا أنه إن أكل في ذاك الزمن مثلا 10 ريال في الزمن هذا كم أكل ألوف أي طيب فأنت عندك ليس الدفاع عنهم أو دفاع عن أحد إنما هذه حقائق لازم لا تظهر طيب تم هذا يقول لك هذا يقول تم سحب الحد الأسبوعي وقدره 200,000 إيه لا محد أسبوعي بس يسحبون منه يعني ما يقدروا يسحب كل واحد منهم من حساب إلا 200,000 هذا بس أبناء عبد الله يعني كان لهم امتياز طيب إيش رأيك أنا كبر. بس هذه يعني هذه كانت ملاحظة إنه قبل التحويل قبل التجميد قبل ما يتم التجميد حلو بس الآن تبعت تصادرت خلاص طيب دقيقة بس خلينا نكبر هذا مثلا الاسم الأول يعني نطلع من هنا ريما بنت عبد الله بن عبد العزيز
طيب نشوف الاسم الثاني مثلا. الاسم الثاني ملكة؟ والله مش عارف ايش كيف اقرا الاسم. ملكة نايفة؟ ما اعرف. نايفة، نايفة بنت عبد الله. هذه والله ما شاء الله اكثر من اختها ما شاء الله، اللهم زد وبارك يعني. يعني اوكي، هذا اللي تصرف الاخت الصغيره يعني، تعرف الدنيا حين صعوبات. طيب هذه ايش اسمها؟ انا ماني عارف كيف اقدر اكبر، بس ممكن تاخذ ايش سكرين شوت وتكبر بعدين في البيت اللي يبغى يكبر. اوكي تكبر واقرا. حلو. التصور خلينا نقرا، نمر عليها مرور كمان. انا بس ركزت لما كنت طلعت عليها، واللي سوى سكرين شوت يسوي سكرين شوت. طيب الان عندنا على سبيل المثال تركي بن عبد الله ما زال معتقل. حلو. بس انا اللي شايفه هنا تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، ممتاز. الرجل في هذا البنك فقط مسكين ما عنده الا 228 مليون. هذه يا اخي فكر يعني، الرجل ما هو لا هو مختلس ولا شيء. لا هذا بس في بنك واحد، احنا ما نتكلم مثلا عن باقي. هذا التوتال حقه ولا حساب الحسابات المرمزه؟ هذا الحسابات الشخصيه تبعه من بينها المرمزه. لكن خلينا نوضح شغله. تركي بن عبد الله عنده استثمارات او عنده شركات مسجله باسمه بينه وبين خواضر الجربه، معظمها شراكه. تتكلم عن عدد اكثر من 30 شركه مسجله باسمه. ففيها مبالغ ما ذكرت في هذا التقرير، احنا نتكلم عن حسابات شخصيه. حلو. عنده حسابات في بنوك ثانيه يتعامل معها واستثمارات ثانيه ما ذكرت، هذه من بنك واحد. انت تتكلم في السعوديه كم في بنك ممكن يتعاملون معاه؟ على الاقل 20 بنك. اذا بكل 20 بنك تتكلم فيها في مليار او مليارين، تتكلم اكثر من 40 مليار ثروه. طيب بس الرجال صامد، ما ترى ما سلم شيء. ما سلم شيء للحين. يعني رفض انه يتنازل، بس هذه اكيد اللقمه دي. لا هذه راحت. هذه راحت، المبالغ راحت. خلاص هذه راحت الان في بلاي ستيشن ولا في يخت ولا في لوحه ولا. طيب الان يعني احنا كنا نفترض انها ترجع للشعب هذه الاموال ويستفيد منها ابناء الشعب، بس انه في النهايه ما استفاد منها حفتر شويه، واستفاد منها السيسي شويه، واستفاد منها شركة الألعاب شوية 70,000 دولار ولا شيء هذه. 70,000 دولار. واستفاد منها النصاب راعي اللوحة، واستفاد منها راعي العقار حق فرنسا 350 مليون دولار. الحين ما يقدر يدخل الطاقة. يعني مليار وربع تقريبا سعودي اللي ما يقدر يدخل. ما يقدر يدخل. ما والسيسي استفاد، تركي آل الشيخ استفاد، وما شاء الله تبارك الله ما بقي فنان في مصر ولا رقاصة ولا نادي ولا مغني الا استفاد من حملات مكافحه الفساد. طيب الان يعني انا شايف انه ما شاء الله تبارك الله اللهم زد وبارك. استنى هذه كم خانه يا رجل؟ معليش مثال. هذا مليار. اها كان مليار و 50 مليون. طيب انا شايف الناس اللي اسمائهم مش من اللي مش ابوهم عبد الله، هذا الزوجات اعتقد هذه زوجته، هذول فلوسهم اكثر. بعضهم ورث وبعضهم ما يستخدمون الحساب. تركين فلوس فيه بس كذا. تلقى بعض البنات فلوسهم اكثر لان نزل لهم الورث فيها. اوكي. يعني تعرف انت اهم شيء تطبيق الشريعه وتوزيع العدل للورث، ولا كيف؟ ما الله سبحانه وتعالى تذهب انت ورث وما يتوزع بعدل، لا يجوز الكلام هذا. طيب فسبحان الله الزوجه تاخذ الثمن في الشريعه، ها؟ اصحاب دارسين الشريعه. يعني علم المواريث انا والله لا افقه في شيء. بندر اكثر. طيب بندر هذا ما شاء الله، بندر بن عبد الله عنده مليار و300. وهذا بدر بن عبد الله. طيب هذه نقول الجمله هذه ولا ما نقولها؟ لا خليها. طيب هذه ممتاز خليها، خلاص انت قلت لي هذه ما تقولها. طيب معلش شوف انا كيف احترم. انا لازم في لا مره ما راح احط كل كروتي، ترى ما راح انشر كل شيء، راح انا نشرت جزء من مجموعه عندي عشان يثبت للوضع انه فعلا الوضع كان. طيب حلو. طيب الان معلش، الان انا مواطن سعودي، شفت الكلام هذا حلو. والله يا اخي محمد بن سلمان كفو، اخذ الاموال مختلسه من الشعب واستفاد منها الشعب. مو صحيح يا اخي. ما استفاد من الشعب، انت لما تقول لي استفاد من الشعب معناته الشعب راح يشوفه، راح يشوفه في ميزانيه، راح يشوفه في غيره. طيب. لكن اللي حاصل كان واقع مختلف. بعد ما اعلنوا انه المبالغ اللي تم حصرها من الريتز كارلتون اللي بالحدود لحدود 300 الى 400 مليار. هو قال هي التوتال بس حق ابناء عبد الله الان هي 8 مليار. هاي 8 مليار تقريبا او شيء او 10 ولا 10 مليار او شيء زي كذا. وكل تاجر تقريبا قرابه منها، في بعضهم اقل حدود مليار، مليارين، بعضهم اكثر. ممتاز حلو. يعني
الآن سؤال بسيط بس أنا عشان أنا أقدر أستوعب، الفلوس هذه أخذت إيه؟ فين تروح الفلوس؟ لما يقول لك اسحب الفلوس بصراحة دي العملية دي، بس أنا ماني ما عندي خبر فيها. اللي صار فيها بعد ما تم حجزها المبالغ أو بعد ما تم مصادرة حجزها تم ترحيلها إلى حساب خاص بمؤسسة نقد داخل البنوك، وتم كما تجرى العادة البنوك طبعا فلوس الدولة تحطها دائما في البنوك وتربطها بودائع استثمارية تشغلها لها. حلو. غير المبالغ اللي تروح لحسابات الوزارات وإدارات التعليم ووزارات الدفاع اللي تصرف منها كرواتب. المبالغ هذه في بداية الأمر تم ربطها بودائع استثمارية داخل البنوك. حلو. اللي صار بعد كذا بعد ما انتهت الضجة انتهت المبالغ خلاص انودعت انحصرت مر شهرين ثلاثة، جانا أمر انه اكسر الوديعة. ممتاز، اكسر الوديعة هذه ربطة وخذ عمولتك البنك، عمولة الكسر حقت الوديعة. ممتاز، وحول هذه المبالغ ليس للرواتب الموظفين لا لحسابات وزارة التعليم لا لوزارة الصحة، حولها لمؤسسة النقد. طيب ممكن هناك هو ياخذها ويفرقها، يعني انت تبغى بكيفك تبغى يوزعها، خلي الرجال يختار بكيفه يعني هو مسؤول عن الدولة. طيب راحت الفلوس مؤسسة النقد، طيب اختفت بعدها ما شفناها لا في ميزانية 2018 لا في ميزانية 2019 لا في ميزانية 2020، ما ظهرت هذه المبالغ اللي تكلموا عنها ان هي مبالغ اللي هي اخذت، اللي كانوا من الاساس بعد البهرجة الاعلامية اللي جمعنا 300 ل 400 استرديناها ان هذه راح توفر لنا في الميزانيات القادمة مبالغ ان كاستثمارات توضع، بس اختفت الفلوس. بس لا، كسرت الودائع لم تعد استثمارات. احنا قاعدين نتكلم هنا عن 8 مليار يا جماعه، الان امامي 8 مليار من اسره واحده في بنك واحد، ترتيب البنك السابع مش اعلى بنك، ومش كل الاسر، ومش كل التجار. حلو. طيب تقول لي انت الفلوس اللي انسحبت لا ظهرت لا في ميزانيه 2018، طب كان ممكن يحسبونها. طب ميزانية 2019 طلع فيها شيء؟ ما ظهر فيها شيء ولا أعلن أنه. طيب ميزانية 2020 لا طلع فيها شيء؟ ما ظهر فيها شيء، ما شفنا شيء، يعني قاعدين نراجع ميزانية ما فيها شيء ظاهر أنه هذه من هذه مبالغ، هذه مبالغ الرت، هذا العائد من مبالغ الرت، هذه استثمارات اللي كانت تفترض أنها تكون للرت، مع العلم الحقيقة أن الودائع الاستثمارية اللي تغزلوا فيها واللي نشروها أنه بتوفر على ميزانيتنا كسرت وسحبت المبالغ منها. طيب ممكن يعني السنة الجاية يسمعون كلامك الحكومة الآن وبإذن الله ينزلون المبالغ في ميزانية 2021. بالعكس، يعني إذا بتنزل للشعب بالعكس هذا اللي نبيه، بتوقفون عليهم الضرائب بتعوضونها من هالمبالغ، هذا الشعب يبيه. طب الآن هذه الدراهم الآن لو جبنا الحين فعلا أخذناها وجمعنا المبالغ هذه كلها، سؤال هل كان في حاجة مثلا 15% هذه نزودها كورونا ولا بدون كورونا؟ هالمبالغ هذه ممكن ما راح تشوف فقير في الشعب، ما تلقى شعب محتاج. شعب عندنا احنا الان يعاني من ازمه سكن، معظمه قاعد بدون سكن، اكثر من 80% بدون سكن، عندنا ازمه بطاله. لو فعلا هذه المبالغ لم تزرف ولم تصادر وظلت كاستثمارات كما اعلنوا في السابق، كان ممكن الان عفتنا من كثير من الازمات، ساعدتنا في تخطي ازمات كثيره الان واقعين فيها. تتكلم عن مبلغ خيالي 400 مليار، تتكلم عن ميزانيات دول تعادل ميزانية دول. هذه المبالغ لو ظلت كاستثمارات وكانت بأيادي ناس صاحية واستمرت كاستثمارات، كانت راح تعفي شعبنا الكثير من الأزمات اللي الآن قاعد يدفع ثمنها الشعب وحده. يا أخي طيب بالله ما طلعت لك أنت بشيء، يعني لا مطلع. ها ما في شيء ولا شيء، والله الله وكيلك. يعني قاعد أنا طالب من السعودية قاعد تقول يلا السلامة يا أخي، قاعد تقول يلا السلامة، أنا عسى أقدر أطلع قبل ما يتم اعتقالي. طيب ال 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 بقية التجار على سبيل المثال، مين مثلا من الأسماء المشهورة جابوا عندك قالوا لك جمد؟ صالح كامل. صالح كامل الله يرحمه. غير طبعا فواز الحكير واخوه مشعل اعتقد او منصور او ماجد الحكير، تم جمد الحكير اللي هو رئيس صاحب هذول معبين دراهم ولا ما في؟ المبالغ اللي دفعوها كجزية اعلى مبالغ بعض الامراء. اوف لا عندهم، يعني هذول نخبة، هذا نخبة النخبة هذه الموجودة في البلد، هذا نخبة المستثمرين اللي كانوا عندنا. طيب كم مثلا من الأرقام اللي جاتك عندك شيء هنا ولا مخبي لي أمس؟ راح أخليها كمان طيب سؤال. طيب مين كمان من الأسماء جاء عندك مثلا؟ قلت لي بلوي، بكر بن لادن، منصور بلوي. منصور بلوي وأيضا غير منصور بلوي الثاني أخوه، مو أخوه أعتقد اسمها
وريتنا انت كل شيء. ابراهيم بلو يا ابراهيم، ابراهيم بلو عنده دراهم، ابراهيم بلو يا رجل لك ام الاتحاد يا رجل، علينا ديون وخصم نقاط والسنوات اللي بعده والدين التحري بالتفصيل. طيب. عنه وعن زوجته عهود بنت مساعد بنت مسعد البلوي. طيب. واطفاله وابنائه بن ديما ومحمد وتميم وريم وريماس ورنيم وريوف. طيب شاهد، طب هذا معبي فلوس، ده فلوس عنده. تم الحجر على جميع، تم كشف عن جميع طالبين عن التحقيق. محترف عدل يا رجل يا حبيبنا ابراهيم بلوي، كيف كذا يا كابتن؟ مخزن الدراهم ذي على اي اساس يعني؟ ما في فائده. كب محترف اجنبي واحد صحيح يمشي، اللي جبته كل شيء اياك، اعتزل وراح، واحد منهم صار راهب الان. سان مارتن هذا ايام كان يا ابراهيم بلوي ولا غيره، صار راهب هذا، بس خلاص قرب منه الموت الله يسامحك. طيب ايش في غيره كمان مثلا اسماء؟ يعني ما نبي نحط اشياء مثلا في اشياء دخلت متاهه قانونيه، لا هذه لا، في اشياء ما تصلح، لا في اشياء هذه ما تصلح. طيب هذه ما صلحت ولا ما تصلح. طيب خلينا نكتفي بهذه لحد ما جاك انمار الحائلي. طيب شيء حق الاتحاد الجديد ده؟ لا لا هذا انه مرضي عليهم الظاهر، شكله ايه هذا من الفئه الجديده، مخزن يا انمار الحائلي، والله طلع البلد مخزنين كثير دراهم. باذن الله سبحانه وتعالى سياتي الوقت الذي ينال الشعب فيه حقوقه، الاموال دي تصفى سنت سنت. تعال انت صرفت 100,000 دولار في فيفا حنطلعك، انت صرفت 100,000 دولار في لعبه ايش اسمه ذا في جي تي اي حنسحبك، انت صارف في لوحه في يخت كل سنت يروح للناس. هذه الارقام ذي اللي طلعت قبل شويه كارثيه. طيب ما نبغى نقرا الاسم، في ما في اشياء يعني، خلينا خليها هذه. اي خليها خليها. طيب بس سؤال هل في احد مثلا بعد كذا في البنك جاء مثلا جاء عليه شكوى من الموظفين، تعرض لتحقيق، تعرض لتعذيب، تعرض لملاحقه استجواب شيء من الموظفين اللي في الوحده؟ لا على حد حمل انه هم كانوا تعاملهم معنا تعامل عبيد بشكل مباشر، يعني فعلا شيء اسمه مثلا انه افعل كذا، يقول مثلا اوكي تم تنفيذ الامر كذا شكرا لكم، تنظر منه مثلا يقول لك الله يعطيك العافيه شكرا، هذا لا نفذ هذا امر، انت تتعامل مع اوامر، لا يعني لا تنظر مثلا منهم يقول لك هذا نداء الوطن. عمل نداء الوطن مين؟ هذه فلوس، هذه ناس تجمدت فلوسهم، يعني لما اتكلم انا عن ناس اسر لما تيجي في الليل فجاه كذا تجمد حسابها، هذا بكره لو عنده طفل طفلين ما راح يقدر يشتري له حليب من الصيدليه انه يعطيه اياه، ما راح يقدر يسحب ريال من الصيدليه من بقاله او من صراف آلي. انت تتكلم عن 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 قمع او عن ظلم، يعني مو عن عداله. طيب انت كنت تنفذ اوامر، سحبت الفلوس، تجمعت الفلوس، راحت انسحبت من الاغنياء، وبدل ما تروح للناس راحت لمحمد بن سلمان وتركي آل الشيخ ومحمد رمضان ومحمد هنيدي لا هنيدي صار يجي كذا، صار يجي بعشوه الان اخر الايام، خلاص يجيبون هنيدي تعال في سمك يجي، يا نادي في فطور ويجي، ما عاد في مشكله، زادت الميانه. بس شيك تركي روبرتو كارلوس، كم اخذ روبرتو كارلوس على سبيل المثال عشان يجي؟ طيب في واحد كاتب فقيه هنا، جيري ماهر، ما جيري باهر، وذولي في عندكم اشياء هم مطبلجيه هذولي؟ لا الظاهر حاطينهم على جمعيه البر الايتام. طيب انا قاعد اقلب في جوال الرجال انا اسف والله ما ادري، بس فيها مثير الفضول. الله اسف اسمح لي، في بيانات في ارقام هذه ما تنشر الان. طيب اسف اسف معليش. طيب ال 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 احنا ما بنطول على الناس، نعطيهم خلاصه المشهد الان. انت الان الحمد لله بامان، الحمد لله سلام، اخذنا اللجوء امورنا تمام وطيبين مستقرين، وهذه فرصه اعتقد غيرك اذا كان مثلا يبغى يجي في وقت من الاوقات ويخرج بعض حتى لو معلومات بسيطه، ممكن تشوف اشياء دي تافهه، حياك الله اللي يقوم الكويت نحبها، ممكن اشياء تافهه تشوفها تافهه وكذا، لكن المهم الناس تعرف. يعني الان خلاصه مش الخلاصه، انسحبت الفلوس، احنا قاعدين نتكلم بس على الكاش. هل عندك علم او اي معلومه على الاشياء الباقيه في مثلا الاصول، مثلا اذا في عقارات اذا في بالمناسبه الاصول؟ يعني انا شوف احنا كنا مطلعين على الجانب المالي، احنا كان شغلنا الجانب المالي، لكن اي احد في الرياض يعرف اراضي تركيب اراضي متعب بن عبد الله اللي كان نهايه طريق الملك عبد الله مع جابر، ما بعد ذلك كانت من املاك متعب بن عبد الله،
وكانت أراضي خيالية المساحة. إحنا طبعا كمتعارف عليه بين أهل الرياض أو اللي ساكنين يعني العايشين في المنطقة إن الشبوك والحدود إن هذه أراضي متعب راحت، وأعتقد بيبنوا كانوا بيبنون عليها محطة مترو أو كذا. حلو هذا ممتاز. بس معناته إنه المبالغ اللي تمت مصاداتها لم ما كانت كاش بس. هو مو كاش بس، نأخذ عليهم. نأخذ عليهم أصول أراضي إلى آخره. وكلها راحت بعدين إلى الحرامي الأكبر، اللص الأكبر. طيب على أولاد المدام أموركم طيبة هنا في كندا؟ لا 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 الأمور تمام الحمد لله. الحمد لله والأمور مستقرة وبالعكس مرتاحين وحاسب كمية أمان عالية. الأمان اللي غاب عني في السعودية فترة طويلة أو سنوات في السعودية، مطمئن مرتاح البال. طب لو بقول لك أنا عندي لك عرض الآن 50,000 وترجع تسوي الوظيفة حقتك تجمد أموال وترجع. لا 50,000. لا 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 مستحيل أرجع، مستحيل أرجع في ظل الوضع الحالي، في ظل القيادة الحالية، الحكومة الحالية اللي ماسكة، بالوضع اللي قاعد يمشي فيه البلد الآن. مستحيل مستحيل مستحيل، ما 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 في أي شعور 1% إنه ممكن ترجع أو ممكن أرجع هناك أو بيكون هناك نوع من 100,000. نعم لا يا عمي بفكر والله لو 10 مليون أقسم بالله العظيم عندي مضحي، لو 10 مليون 20 مليون 100 مليون إنها لا تغني عن حريتي وأماني وأمان أطفالي بشيء. طيب الأستاذ سعيد الزهراني نشكرك شكرا جزيلا على حضورك هذا المكان جابت راسي بس. وأشكرك على يعني أنك أنت في وقت من الأوقات ممكن كنت فيها 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 نوع من المخاطرة ما أضحك على بعض، لكن إن شاء الله كنت هنا طالما إنك أنت في كندا إن شاء الله أمورك تمام. هو يقول لك الرجال يقول لك ليش سافر؟ الأمور تمام، استنى شغال البث؟ إيه شغال إيه. ما يعرف كيف أكفل. أشكرك شكرا جزيلا على حضورك، وأشكر المتابعين الكرام أيضا على حضورهم، وبإذن الله سبحانه وتعالى يعني يكون لنا لقاءات أخرى. واحد سأل سؤال أخير بس قال كيف طلعت؟ يعني إذا تقول قصة كيف طلعت ولا تسوي سكيب؟ طبعا كانت كان في كلام إني أنا كنت أحاول إني أعترض أو أبدي رأيي في بعض هذه الأمور مع ناس مقربين من العائلة، وحاولت إني أبدي اعتراضي فيها، بس للأسف اللي صار إنه اعتراضي تحول لبلاغ. طيب سؤال آخر. تحول بقى اضطريت إنه بما إنه ما كان عندي آراء تعبيرية في السوشيال ميديا، أعتقد إن هذا ما خلى إنه يكون عليه الخطر عالي وقتها. ما كان عندي نشاط سياسي. ما كان عندي أي نشاط، فبالتالي ما. جنب الحيط. ولا كان عندي ولا كان البلاغ إنه عنده أفكار مثلاً كل إرهابي أو داعشي بحيث إنه لو نشان يشيلونه على طول. لا كان بس إنه الشخص عنده آراء اعتراضية معارضة عليها ورافض هذه الأفكار. فكانت فرصة إنه استحاولت بأسرع وقت ممكن، قدمت على الفيزا الكندية وقدمت استقالتي من البنك وطلعت. سؤال بكل صراحة، تشعر بالخوف من أحد من الأسماء اللي تحكمت أموله الآن؟ الآن هنا لا، الحمد لله الخوف راح بشكل كبير. وأكبر دليل إني طلعت تكلمت فيها، ما أخفيتها ولا حاولت إنه مثلاً إنه ما أظهرها، بالعكس أظهرتها لكم بشاشة الجوال، بأرقام الهويات، بالمبالغ، بأرقام الحسابات، برصد الحسابات، بكل شيء. لا شعور الأمان هنا عالي جدا. طيب ممكن تسوي منشن لبعض الصور تحت البث؟ تحت البث ممكن. إيه ممكن بعض الأشياء اللي ذكرناها تسوي لهم. إيه ممكن. ممكن أخفي نص أرقام الهويات اللي ما ظهرت لبعض الناس لخصوصيتهم. عيال عبد الله شفتوا أنتوا اللي صور الشاشة عنده أرقام هوياتهم، بس إنه أتكلم عن باقي الأسماء، بعض الخصوصيات حاول أخفيها لهم، بس الأسماء راح تصعد كاملة. جميل جدا. أستاذ سعيد الزهراني أشكرك شكرا جزيلا على حضورك، سلم على الشباب، سلم على العيال، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك، وهنا الشباب يبلغونك التحية، وإن شاء الله المرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى يكون في عندنا عرضة نختم بها البث. شكرا جزيلا لكم يا متابعين الكرام على حضوركم، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم إن شاء الله من هذا البث، وكل واحد يجيب ورقة وقلم ها ويحسب ويسجل كذا كيف ان شاء الله ايش ناقصين وايش محتاجين واللي ناقص على اخراب بيت وكذا، باذن الله حنسيل الاموال هذه كلها ونوزع عليكم ان شاء الله في القريب العاجل. تحياتي لكم، القاكم على خير، كونوا حرارا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.